أقول أن الآن إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وبعض العلماء يجعلها تنحصر الأعمال في هذا، وبعضهم يقول أي عمل، مثل ابن سعدي رحمه الله مثلا في منهج السالكين يقول أي عمل يعمل الإنسان يهدي ثوابه للميت يصل. نعم، لكن في الأعمال التي يهدى فيها الثواب. نعم، الله تعالى يستجيب الدعوات، والله سبحانه وتعالى قال يستجيب الدعوات، يستجيب الدعوات في العقيدة. أي مكان هنا كان يقول لك يا أخي أحسن الظن في الله، وأن العبد يدعو الله أن الله يجعل من أهل الجنة ويبعده عن النار، يستجيب الدعوات، فهو سميع قريب مجيب سبحانه وتعالى. والعبد إذا التجأ إلى الله لا يضيع الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لأن بعضهم يقول لا، لا تصلي لا تصوم، هذا الأمر قدر الله عليك، أعوذ بالله. نعم، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويقضي كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عنه لا غنى عن الله طرفة عين سبحانه وتعالى. نعم، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحلم. نعم، والله يغضب ويرضى، الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى. أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يجعلنا منهم يثبتون لله غضب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، لا مثل غضب المخلوقين، ويثبت الرضا لله سبحانه وتعالى، نثبت الرضا ونثبت مقتضى الرضا، ولا نقول بالرضا الثواب أو رد الثواب، لا، نقول نثبت الرضا لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية خلاص، ونثبت مقتضى الرضا الثواب، ونثبت الغضب لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، نثبت مقتضى العقاب، مفهوم؟ لا نفسر غضب بالعقاب ولا الرضا بالثواب. نعم، نعم، الله يرضى ويرضى على أهل من الله. نعم،